يعني بعد ما ولاد رزق خلص كان التفكير ان نعمل فيلم ايه بعدي. دي كانت اصعب حاجه. في اكشن حصل في الشارع في القاهره وعربيه جريت فعلا، حصل مطارده من البوليس والارهابيين في الدائري. فده ابتدى التفكير. معرفتي باحمد ابتديت اقول ايه، طب ما نخلي سيف عنده الكلب الكبير بتاع احمد عز ده، طب ما نخلي سيف بيهزر زي بعز بيهزر. يعني ابتدينا ناخد افكار من علاقتي بعز نفسه، ان انا ابتديت اتخيل سيف ده از احمد عز. جيناهم بالسلاح والمفخخات حتى نرفع رايه مصر فوق رؤوسهم. الشخصيات الاشرار بتوع الفيلم كانوا جداد على السينما شويه، جداد على الجمهور، فكنا عايزين برضو نعمل فيلن مميز. يعني زي ما كان في صعوبه ان يتعمل سيف، ان احنا نعمل الاكشن هيرو المصري، طيب نعمل الفيلن اللي الناس تصدق انه حقيقي، لانه كمان ده جزء انه جاي من المرجعيه بتاعه ان هو راجل من جماعه تكفيريه وراجل كده. ففي مشكله، احنا مش بنعمل باتمان، احنا بنعمل فيلم مصري. ده هي بتبين حتى ان فكر مروان ده مش بس بوظ حياه الناس اللي حواليه، ده ابتدى يبوظ حياته هو شخصيا، ابتدى يأذيه هو شخصيا وخلاه هو نفسه يبقى مش بالانسد ومش راكز في اخر الفيلم. شهادة فوق النصر واحد الله. اكشن ده ايقاعه سريع، ده صعب جدا يعني، وان الايقاع ما يقعش دي شغلانه صعبه ومرهقه جدا، انك كمان ما احسش ان ده ان حاجه بتاثر على الثانيه، لان في الاخر الناس هتقيمه كفيلم اكشن او فيلم حركه. فلازم عشان اعمل كل اللي نفسي فيه واحط كله في جوه الفيلم، المعادله صعبه يعني، محتاجه مجهود كبير. دي اصعب حاجه في الفيلم والشخصيات يعني، بس ميلي طبعا ده الموضوع المرهق، انك تحطي كل ده في فيلم واحد. انا هجيب عليها وطيها. الشهاده فوق النصر.